You never texted back. Didn't like the video? I did. It was nice. Ivan, listen. Trust me, I've seen that face many times before. But you know what? I'm an expert at curing heartbreak. So look, a little taste of this, and you won't remember who broke it. كاين جوج انواع ديال الابطال، كاين البطل الشرير والبطل اللي هو ظريف اللي كنعرفوه كاملين. البطل الشرير هو هذاك اللي تيكون ما عندناش معاه، يعني منين تنشوفوه في البداية ديال شي مسلسل او لا في شي فيلم تبان لينا انه مركزين عليه في القصة، مركزين على الشخصية ديالو، على القرارات اللي كياخد، على انه عنده واحد المكانة كبيرة وسطك الفيلم ولا وسطك المسلسل، وغالبا ما كيكونش عندنا معه. قليل في الأفلام فين تلقاو البطل الشرير تيكون عندنا معاه من البداية، بحال مثلا جوكر ولا، ما غالبا الأفلام أو المسلسلات اللي تيكون فيهم داك الواحد الشرير في الأول ما تيكونش عندنا معه، يعني ما غيكونش عندنا واحد تعاطف معاه من البداية. من بعد منين تيبداو يوريونا بلي هذيك الشخصية راه كتشبه لينا في شي حوايج، مثلا هذيك الشخصية تاهي تقدر تكون حزينة، هذيك الشخصية تاهي كتدير أغلاط، هذيك الشخصية تاهي غدروها ناس أو لا شي ناس غلطوا في حقها. هنايا تولي عندنا واحد التعاطف مع ديك الشخصية الشريرة اللي هي بطلتها هي في الفيلم أو المسلسل، وكتبدل لينا هذيك النظرة الأولى اللي كانت عندنا على هذاك السيد أو هذيك السيدة. ففي الأول فين تنشوفو تنقولو هاد الشخصية هذه ما يمكنش نتعاطفوا معها، وهاد الشخصية هذه كون كانت في الواقع ما يمكنش يكون عندكم معاه، ما تلقاو العكس. وانه اون فوا تنبداو نشوفوا ان دوك نقاط الضعف ديال هذاك البيرسوناج هنايا تتبدل، كتقلب ليستواغ كامل، تولي بالعكس هذاك الشخصيه اللي حنا في الاول شفناها شريره كتولي هذيك هي الشخصيه اللي حنا كنتعاطفوا معها واللي كنبغيوها تفوز في النهايه. فهذا هو الفرق ما بين الهيرو اللي تيكون بهذه الطريقه هذه، وكاينه الطريقه اللي شرحت لكم عاوتاني.